مالك يا ابني ما بتردش على تليفونك ليه؟ معلش يا امي، اصلي مخنوق شويه. يا ابني احمد ربك علشان تتعدل. الحمد لله، بس انا حاسس ان المره دي ملهاش حل. يا ابني يا حبيبي مفيش حاجه عند ربك ملهاش حل. ونعم بالله. حبيبي خلي ايمانك بالله كبير وابقى كلمني يا ابني طمني عليك. حاضر يا امي. جزاه الله عنا خير الجزاء. كل شوق واقف على بابه، كان كل أملي يجي يوم وأكون على عتابه، ومشيت بخطوة شوق وخطوة ندمة أنا على المعاصي والذنوب اللي ملياني، حست بإيد طيبة رحبت بيا وكأني سيدنا النبي واقف حواليا، نزلت دموع من عيني ريحت قلبي، يا رب قدرني وازوره من تاني، ورجعت وانا قلبي راضي وعرفت من السعادة ان رزقي جايلي 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 في اوانه، مش هزعل على حاجة ولا حد واخد حاجة من الدنيا دي بحلها غير عمله غير إيمانه.